يعاني نحو ربع عدد النساء في الولايات المتحدة من أحد أنواع اضطرابات قاع الحوض مثل سلس البول أو هبوط عضو الحوض، ولا تعتبر هذه الاضطرابات مرضاً بل هي عارض أو علامة على وجود مشكلة صحية أساسية يمكن معالجتها. وعلى الرغم من حدوث سلس البول في الكثير من الأحيان مع التقدم في السن، إلا أنه ليس نتيجة حتمية للشيخوخة. هبوط أعضاء الحوض وتسرب البول اللا إرادي هن كناية عن ارتخاء بعضلات الحوض اللي بيؤدوا ل يا ظهور كتلة يلي هي الهبوط يلي هي فيها تكون المثانة أو المخرج أو المهبل، وتسرب البول اللا إرادي هو بارتخاء بعضلات الحوض اللي بيجوا على فتحة المبولة. العلاج يتفاوت بحسب الحالة بين العلاج الفيزيائي وصولا إلى الجراحة. العلاج هو علاج فيزيائي كدرجة أولى، وإذا ما مشي الحال بعلاج الفيزيائي فينا نلجأ للعملية. هون كل العمليات متوفرين، العمليات الجراحية من المهبل أو بالناظور أو بالروبوتك سيرجري. استشر الطبيب إذا كانت أعراضك مزعجة أو تعوقك عن ممارسة الأنشطة اليومية كمثل عملك وهواياتك وحياتك الاجتماعية.